تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ. التمرين الأول: أربط كل مكان بالنشاط الذي يمارس فيه. لدينا السوق، المدرسة، الملعب والمتحف. نشاطات: الرياضة، الشراء، الدراسة، مشاهدة الآثار. نبدأ بالأول: السوق. ما هو النشاط الذي يمارس في السوق؟ أحسنتم، في السوق نمارس الشراء. نضبط. المدرسة، جيد، نمارس في المدرسة الدراسة. نضبط كذلك. هنا لدينا الملعب، ما هو النشاط الممارس في الملعب؟ هو الرياضة، جيد. بقي لنا المتحف، أحسنتم، في المتحف مشاهدة الآثار. وهكذا ربطنا كل جزء مع الآخر، كل مكان مع النشاط الذي يمارس فيه. لدينا السوق، نمارس الشراء، نمارس الدراسة في المدرسة، نمارس الرياضة في الملعب، ونشاهد الآثار في المتحف. ننتقل إلى التمرين الثاني. أكمل فراغات الجدول وأصنف فيه الأحداث التالية حسب طبيعتها. لدينا عيد الاستقلال، عيد الأضحى، زواج العمي، تسلم جائزة، اندلاع الثورة، وعيد الميلاد. ثلاث أحداث: الحدث الشخصي، الحدث الاجتماعي أو الديني، والحدث الوطني. نبدأ بالأول: عيد الاستقلال، عيد الاستقلال الوطني، جيد، وحدث وطني. نكتب عيد الاستقلال. ثانيا: عيد الأضحى المبارك، جيد، هو حدث ديني. هنا عيد الأضحى. بقي لنا زواج العمي، جيد، هو حدث اجتماعي. ننتقل إلى تسلم جائزة. تسلم جائزة بالنسبة للتلميذ هو حدث شخصي. نكتب تسلم جائزة. اندلاع الثورة التحريرية، هذا جيد، يخص الحدث، يخص الوطن، وهو حدث وطني. نكتب اندلاع الثورة. وأخيرا عيد ميلاد أو عيد ميلادي، هذا يخصني شخصيا، إذن حدث شخصي، عيد الميلاد. وهكذا انتهينا. الحدث الشخصي هو الحدث الذي يخصني وهو استلام جائزة أو عيد ميلادي. الحدث الاجتماعي لدينا زواج العم، والديني عيد الأضحى. أحداث الوطنية عيد الاستقلال، اندلاع الثورة. ننتقل إلى التمرين الثالث. أكمل الفراغ بما يناسب من المفردات التالية: الرسم، الثانية، المدرسة، الأول، التاريخ والجغرافيا، الماضية. النص: تعتبر الصورة التذكارية مع زملاء التلاميذ في، جيد، المدرسة. اكتب المدرسة. لما كنت في السنة، كنت في الماضي، جيد، في السنة الثانية. أفضل ذكرى أحتفظ بها، وأما أحسن علامة اختبار حصلت عليها فكانت في مادتي. المادة التي حصلت على أحسن علامة فيها السنة الماضية هي مادة الرسم، لأنني في السنة الثانية لم أدرس تاريخ الجغرافيا. للفصل، طبعا الفصل الأولي، من السنة، جيد، السنة الماضية. بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراسة مادتي، طبعا التاريخ والجغرافيا، التاريخ والجغرافيا. نعيد قراءة الفقرة.
تعتبر الصورة التذكارية مع زملاء التلاميذ في المدرسة لما كنت في السنة الثانية أفضل ذكرى أحتفظ بها، وأما أحسن علامة اختبار حصلت عليها فكانت في مادة الرسم للفصل الأول من السنة الماضية، بينما أهم حدث هذه السنة هو بداية دراسة مادتي التاريخ والجغرافيا. التمرين الرابع: أرتب الأحداث التاريخية التالية على خط الزمن، عيد الاستقلال، دخول الاستعمار في بلادنا، اندلاع الثورة، وسنة 2017. لدينا الخط الزمني، لدينا أربعة أحداث من القديم إلى الحالي 2017. الحدث الأول هو جيد دخول الاستعمار إلى بلادنا. دخول الاستعمار إلى بلادنا. الحدث الثاني هو جيد اندلاع الثورة. ثم الحدث الثالث طبعا هو عيد الاستقلال. وأخيرا لدينا سنة، أحسنتم، سنة 2017. يمكن وضع السنوات: دخول الاستعمار في بلادنا كان في سنة 1830، اندلاع الثورة كانت في سنة 1954، عيد الاستقلال 1962، والحدث الأخير هو سنة 2017. على السلم الزمني أحداث تاريخية من القديم إلى الجديد. وهكذا انتهينا من اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ إلى اختبار آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.